اول حاجه هتكون معانا هنعملها النهارده هنعمل الملوحه من سمكه اللوط زي ما قلت لكم. نسمي بسم الله ونقول مقادير الملوحه البيتي هنعملها ازاي ونشوف الخطوات بتاعتها والتحضيرات هتبقى ايه. سمكه اللوط او الملوحه بسمكه اللوط الكبيره، انا معايا سمكه كبيره، طبعا السمكه دي ما شاء الله هترمي لك قد كده. معانا كمان كوبايتين ملح خشن، وباكد ملح خشن يا جماعه. المفروض ان هو تبقى ربع كوبايه شطه وربع كوبايه كركم يا محمد ومعلقتين زيت. تاني سمكه اللوط تاني اللي هي الملوحه، كوبايتين الملح الخشن هيبقى عليهم ربع كوبايه شطه، ربع كوبايه كركم قد بعض، ومعلقتين زيت. دي وطبعا هنستخدم ورق الفويل والرمل ده للفسيخ. احنا دلوقتي بنتكلم على الملوحه، هنبتدي بالملوحه. طيب نعمل ايه؟ نلبس الجوانتيات بتاعتنا، سمي بسم الله، ونبتدي التخليل بتاعنا النهارده. مش بس كده، ده انا هطلع لكم كمان المتخلل المستوي ننضفه مع بعض. كتير من حبايبنا سالني طريقه التنظيف ازاي، ما بعرفش انضفه، بيتهري مني. هننضفه مع بعض ونقدمه كمان ونشوف شكل السمكه من جوه ولحمتها عامله ازاي مع بعض. كل نوع من انواع التخليل جايبين الني وجايبين المستوي بتاعه، اظن كده بقى مش حرماكم من حاجه. يا مدام ناديه، يا صباح الفل على الرزق والسعاده، صباح النور، صباح الهنا، ازيك يا مدام ناديه؟ بحلات ام نور للاسماك والمخللات اللي زي العسل. بسم الله ما شاء الله. ايه التعبه دي يا حبيبي؟ والله العظيم الحلقه النهارده بسم الله الله اكبر. يا رب. لا 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 بجد يا شيف هلا، انت النهارده بقى الله اكبر بقى، اتبخري بقى ولا حد يريكي؟ على ايه على ايه يا مدام ناديه، انتوا حبايبي كلكم، تعيشوا عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وبارك، والله العظيم السفره النهارده شكلها رائع رائع، ولسه هفتح نفسكم كمان وكمان لما نطلع المستوي المتخلل بقى. دي كلها رزق يا شيف هلا، والله العظيم والله ما بكذب، انا حلمت بسمك كبيره كده، سمكه والله اقسم بالله رزق، فقلت يا ربي ده ان شاء الله رزقي جاي لي، ولقيتك جايه وجايبه الرزق وكله ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا روح قلبي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا، ربنا يخليكي وما تحرمش منك يا حبيبتي. يا حبيبتي انت بتتعبي عشاننا كتير قوي والله يا حبيبتي، نفسي تعملوا كل حاجه في البيت بايديكي وتبقى زي الفل كده، وتبقي فرحانه بيها ان انت قدمتي حاجه لعيلتك عاملاها على ايديكي وفي بيتك، دي اهم حاجه والله. اشكرك يا مدام ناديه. دي سمكه اللوط يا جماعه، سمكه اللوط الكبيره اهي، طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها مليانه لحمه. السمكه بتاعتي سواء بوري سواء سردين او سواء هعمل الملوحه لازم تكون طازه. اعرفها ازاي طازه؟ عندي علامات كتير، لو دوست عليها كده بصوا مكان صباعي بيطلع على طول في ساعتها، ما بيفضلش معلم جوه، من عند الديل بالذات، اجي عند الديل اهو بص يا صباعي، بتك اهو بصباعي اشيل صباعي ردت على طول معايا، ما فضلتش عامله لي كده علامه جوه، لو فضلت عامله علامه جوه يبقى اللحمه بتاعتها دبلانه وبايته عند الراجل، لكن كده اهي بحط صباعي ترد معايا تاني، دي اول حاجه. تاني حاجه هوصل للعين، بصوا العين بتاعتها منوره وجاحظه خالص. ازاي يعني ايه جاحظه؟ يعني مدوره وفايقه، العين فايقه ما عليهاش غمامه، العين منوره بمعنى اصح. ده اكبر دليل على ان السمكه بتاعتي شكلها غضبان شويه، بس احنا هندلعها دلوقتي ونظبطها يعني. دي اكبر دليل على ان السمكه بتاعتي طازه، دول اهم علامتين معايا يا جماعه للسمكه الكبيره، العين وان اللحمه بتاعتها لما ادوس بصباعي ترد معايا اللحمه على طول، ما تفضلش علامه صباعي لجوه. اتفقنا على كده؟ اول حاجه هعملها هخلط الملح على الكركم على شوية شطة وشوية زيت صغيرين، الزيت مهم جدا في الملح عشان تفضل السمكة طرية، يفضل الملح معايا طري وتفضل السمكة طرية ما تنشفش مني، عايزين حاجة كبيرة نخلط فيها اللي قلنا عليه، حاجة كبيرة نخلط فيها ماشي. وأخلل في إيه بقى يا جماعة؟ أنا جايبة لكم كذا حاجة، يعني عندي علب بلاستيك كبيرة ماشي مفيش أي مشكلة، هفرش فيها أكياس واخلل في علب بلاستيك، ما عنديش ممكن برطمان ازاز برضو مفيش مشكله، او علبه ازاز، ما عندكيش اعملي زي ما انا عملت كده، ما لقيتش حجم علبه او حاجه تاخد سمكه اللوط الكبيره بتاعتي، فجبت من السوق ايس بوكس فيل، حلو جدا جدا للتخليل، ممتاز، نضيف نظافه غير عاديه، هحط فيه اكياس وافرد فيه الملح بالخلطه اللي هعملها وادفن فيه السمكه، نتفق اتفاق.
الملوحه او سمكه اللوط اللي هعمل منها ملوحه دي بتدفن جوه الملح. كل حاجه النهارده ليها طريقه مختلفه. دي هتدفن جوه الخلطه اللي هعملها اللي هي ملح وكركم وشطه. يا كريمه صباح الفل على سمت الشموس. يا صباح الهنا. صباح الهنا عليكي. طبعا انا من بدري قوي قوي من قبل ماما نازله، طبعا انا كل كلمه قالتها بجد صح جدا. ربنا يخليكي. عايزه اقول لك النهارده انت بقى ايه، عالم البحار النهارده. ايوه عالم الرزق والله. ايوه طبعا عالم الرزق والبحار، وطبعا الخير من عند ربنا دايما يا رب يكتره يا رب، ويجعل الناس الطيبه دايما كده تستغله وتعلم كل البيوت الحلوه. اللهم امين. ربنا يا رب يجعل العيد الربيع دوت خير ويعني جميل على الناس كلها يا رب باذن الله. يا رب بصبح على بيت العيله وببعت ليهم كلهم تحياتي وبقول لهم كل سنه وهم طيبين، ودايما يا شيف هاله منورانا ومبدعه ومتالقه دايما. تعيشي يا حبيبتي كل حاجاتك الجميله. الله يكرمك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا كريمه. اشكرك. زي ما اتفقنا انا جبت من حلقه السمك من السوق، جبت ايس بوكس فيل حلو جدا 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 ما تتخيلوش قد ايه. عجبتني كمان الفكره قوي ان انا اخلل فيه. انا عملت في البيت عندي كميه سردين كبيره جدا في نفس الايس بوكس ده الكبير، وهنعرف دلوقتي عملناه ازاي مع بعض. بس خلينا واحده واحده، احنا دلوقتي شغالين في الملوحه المتينه، الملوحه البيتي. ادي كده الخلطه اللي هي ملح وكركم وشطه، كل كوبايتين ملح خشن قصادهم ربع كوبايه شطه ربع كوبايه كركم. مين معانا؟ استاذه فاديه اهلا وسهلا. ايوه مدام اهلا. اهلا بيك شيف هاني. اهلا حبيبتي. الحمد لله. انا متابعه حضرتك جدا والله. اهلا وسهلا بيكي وشرف ليا يا حبيبتي. الله يخليك. تعيش يا حبيبتي. هو باقي كام يوم على شم النسيم؟ باقي يا ستي احسبي من النهارده، في هو غالبا كده ممكن يكون يوم 9. يوم 9 ابريل. يوم 9. يعني يلحق لو عملنا. هي الملوحه الملوحه بس اللي هتاخد وقت، الملوحه اللي مش هتلحق. الملوحه هتاخد وقت، لكن اعملي الفسيخ واعملي السردين واعملي السهليه وطلعيهم يوم شم النسيم يبقوا زي العسل باذن الله. ان شاء الله. تسلم ايديك يا مدام. تعيشي كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. تعيشي يا حبيبتي مع الف سلامه. مع السلامه. لو ابتدينا نخلل الاسبوع ده مع بعض تطلعوه يوم شم النسيم. اول حاجه عملتها ان انا حضرت الخلطه بتاعتي، ولسه هعمل خلطه تاني لان زي ما قلت لكم دي بتدفن جوه الملح، ما بيبان لهاش اي معالم خالص من الملح. قبل بقى ما ادفنها جوه الملح، على فكره ولا هامله خياشيم ولا هامله بق ولا حاجه زي ما عملنا قبل كده في الفسيخ، دي مجرد زي ما هي بحالها هتدفن جوه. بس الشغل المهم اللي فيها التدليك اللي هنعملها دلوقتي، هنعمله لها عشان لحمتها تطلع طريه معاكي، تطلع زبده كده وتلاقي الشوك كده سايب بعضه واللحمه حتى مش مستحمله العيش. تدليك ازاي؟ هاجي كده اجيب السمكه كده من اول الديل وافضل اطري فيها بالشكل ده. مين معانا بقى؟ يا نورهان. ازيك يا نورهان؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بخلي الملوحه يا اختي. خلاص انا هاجي اتغدى بقى. يلا العيش عليكي والبصل الاخضر. ماشي كل حاجه عليا بس اشوف حضرتك والله. كل حاجه عليكي ايه بقى؟ بصوا يا جماعه والنبي بص انا عامله لك ايه وتقولي لي كل حاجه عليكي. تعالي يا حبيبتي. الف هنا وشفا. حضرتك جدا وبشكر حضرتك على كل اللي بتعمليه. على فكره انا لسه ما تمتش 18 سنه وجربت حاجات كتير من اللي انت عملتيها. شاطره 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 بجد، انا مبسوطه منك خالص ما شاء الله عليكي والله. وعلى فكره جربت كيكه 7 اب. ايوه تحفه تحفه بجد. جميله صح وهشه كده وطعمه طعمت السنين. ايوه كانت روعه قوي بجد والله. انا بشكر حضرتك علمتيني حاجات كتير جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وانت طيبه الام وينعاد عليكي بالخير يا رب. يا رب يخليكي. انا كنت كلمت حضرتك على فكره هنيت امي بعيد الام قبل كده. ايوه كل سنه وكل ام طيبه وبخير يا رب. وحضرتك طيبه. وبحب اقول لكل ست في مصر انزلي شاركي في الانتخابات. طبعا انا رحت عملت البطاقه والله علشان اشارك في الانتخابات. برافو عليكي. كلنا هننزل ان شاء الله مع بعض ونتصور باذن الله ونعمله كده يوم فرح عالمي ان شاء الله يا حبيبتي. اشكرك يا حبيبه قلبي. ده اللي بقول لكم عليه الايس بوكس الفل او الفلين
ثمنه رخيص جدا، ده ارخص مليون مره من العلبه البلاستيك، وبيستحمل ونظيف جدا في التخليل، فكرته حلوه جدا، هتلاقوه في اي سوق موجود، وخصوصا في اي حلقه سمك. الناس اللي بتشتري السمك وما بيبقاش معاها حاجه تاخد فيها، فبنلاقي في ناس كتير بتبيع في حلقه السمك. الايس بوكس الفل ده ممتاز بصراحه. ده الغطا بتاعه، نشيل الغطا كده اهو ماشي. هعمل ايه بقى؟ هفرش فيه كيس بلاستيك متطبق طبقتين او شنطه كبيره قوي، عشان لو نزل اي سوائل من السمكه او الملح، لو ده مخروم او في اي حاجه ما تنزليش في الارض، الاكياس تحتفظ بيه. هنجيب الاكياس بتاعتنا كده. تخيلوا انتوا بقى سمكه الملوحه، انا ما عملتش فيها اي حاجه غير التدليك فقط. يا ام رمزي، ام رمزي، لا ازعل قوي يا ام رمزي بجد لو ما كلمتنيش. كلميني تاني يا ام رمزي، مستنيه مكالمتك يا حبيبتي. كده بفرد كده، ادي كيس او شنطه كبيره كده، وبعدين هاخد الملح بالكركم بالشطه بسم الله، وهفرد تحت اهو. اتفقنا ان احنا هندفن السمكه دي جوه الملح، هعمل كده اوزع، لازم من تحت تبقى كده طبقه من تحت بالشكل ده، طبقه ملح كده. يعني انا مش هحط السمكه على الكيس على طول، هحطها على طبقه الملح دي وادفن عليها من فوق. استاذ رؤوف اهلا وسهلا. استاذ رؤوف اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، شرفتنا. الحمد لله، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اتفضل معانا تخليل يا استاذ رؤوف. ايه نوع السمك ايه؟ دي لوت. طب واللوت بيتملح؟ اه طبعا. دي بص عايز هوري لك المستويه بتاعتها دلوقتي وشوف جميله قوي. يا ريت، لان احنا اول مره نسمع لوت. انا عارفه وعمرنا ما اكلنا لوت مملح. حضرتك منين؟ من بورسعيد يا فندم. طب اذا كانت دي جايبينها من بورسعيد، واهل بورسعيد هم اللي قالوا لنا الفكره دي. بس عمرنا ما ملحنا اللوت. اللوت والقاروص. بنملح البوري، بنملح الحاجات دي كلها. اسكت بقى لحسن، الجماعه في حلقه السمك في بورسعيد يزعلوا منك. ده لا والله، ده احنا جايبين الحاجات دي من عندهم. وانا ببعت تحيه كبيره. انا خميس وجمعه، خميس وجمعه كنا في بورسعيد وحضرتك طيب. السمك ده كله يا جماعه انا جايباه من حلقه سمك في بورسعيد. اهل بورسعيد الناس اللي زي العسل في استقبالهم، وان هم اي مشكله بيحلوها لنا وعايزين يخدمونا بعينيهم بجد. فوق دماغي يا جماعه مقابلتكم، فوق دماغي كل التعاون الحلو اللي عملتوه معانا، وكمان فوق دماغي السمك الحلو اللي جبته لنا من هناك. دي على فكره الاسباع جايب عليها، هي دي سمكه اللوط المتملحه دي من بورسعيد، من حلقه السمك في بورسعيد. الفكره عجبتني جدا جدا، وقلنا لا لازم نعملها ونوصلها لحبايبنا. سمكه اللوط يا جماعه وسمكه القاروص اعملوهم ملوحه عسل، مش هتفكري اصلا تجيبي الملوحه الجاهزه. بصوا كده اهي، حطيتها بالشكل ده، تحتيها طبقه ملح، وهبتدي اجيب عليها كده. طيب نحط عليها الملح لغايه ما نعمل له طبقه كمان، وندفن خالص على السمكه. يا ام رمزي يا حبيبه قلبي، اهلا، ازيك يا ام رمزي؟ تصدقي انا ما كنتش كلمتك، كنت زعلت قوي يا هانم. انا لسه بقول والله، قلت ده هزعل جدا جدا لو ما سمعتش صوتك النهارده. الخط قطع، زعلت قوي. لا يا حبيبتي، ربنا ما يجيب زعل يا رب ابدا. ربنا يبارك فيك يا هالة، وكل سنه وانت طيبه، ويخليك لاولادك كمان. تعيشي تعيشي. ايه رايك في التخليل بتاعنا النهارده ده؟ لا ده حاجه جميله. هي السمكه دي جوزي بيقول لي ده ايه؟ قلت له مرزوق. ده سمكه لوت كبيره. لا لا لوت. لا لوت بتقول لك لوت كبير. لوت خليله اللوت، اعملوه ملوحه او القاروص. هجيبها يا هالي صدقيني، يلا وهعملها باذن يلا الله. على طول انزلي السوق هتلاقيها موجوده، وسعرها مش غالي يعني. ربنا يخليك على الحاجات اللي بتعملها لنا يا هالي. الله يكرمك وتسلم ايدك على حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه، والمصري كلها طيبين اللي فيها كلهم يا رب كده. كل سنه وكلنا طيبين يا رب يا حبيبتي باذن الله. يلا ندفن الجريمه اللي احنا عاملينها دي. استاذه امل. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، ازيك يا حبيبتي؟ انا هاله يا حبيبتي معاكي. شيف هاله، انا حاولت ادخل لحضرتك على الصفحه امبارح. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك، يا ريت تقبليني في الجروب، لان الصفحه الاولانيه ناس فعلا مش يعني
يعني وحشه جدا. يا مش بتاعتنا تبقى. مش بتاعتنا يا جماعه، انا ماليش غير صفحه واحده بس. طيب حاضر، انا عملت طلب يا ربي يخليكي، عشان عايزه طريقه الصابون وعايزه حاجات كتير قوي جميله انت عملتيها. من عينيا يا حبيبتي. حاضر. تسلمي يا حبيبتي وتسلم ايديكي على الملوحه. تأمريني امر يا حبيبه قلبي. من عينيا. نعم هنعمل كده، نحاول نتنيه كده، هو شويه شويه وهيطرى ونعرف بعد كده نتنيه، لكن دلوقتي لا، السمكه ناشفه وما اقدرش اجيب سكينه ناحيتها. اوعوا يا جماعه، بشوف ناس تقول لك ايه ينفع عادي نسجل نخلي السمكه نفتح بطنها وننضفها وبعدين نخللها، ما تعملوش كده خالص، مفيش الكلام ده. السمكه عشان تستوي صح اوعي السكينه تيجي ناحيتها. كل اللي بعمله بشطفها شطفه خفيفه خالص تحت الحنفيه، بنشفها كويس قوي بمناديل او بفوطه وتترمي بعد كده، وبعد كده بخللها زي ما هي، ولا بقص زعانف ولا بفتح بطن ولا باجي ناحيه الخياشيم، مفيش اي حاجه خالص يا جماعه، زي ما هي دي كده السمكه بتاعتنا. شايفين دفننها خالص ازاي؟ طيب دلوقتي عشان اطري السمكه لازم اعمل حركه مهمه جدا جدا. هنعمل ايه؟ هعمل تقل على السمكه من فوق بالملح. ازاي الكلام ده؟ هنعمل كده، هنقطع كيس اهو، المقص فين، هفتح كيس كده، كيس سندوتشات عادي او كيس ثلاجه. الحركه دي مهمه جدا، تخلي لك السمكه طول ما هي بتتخلل تفضل طريه. جربوا ان شاء الله هتدعوا لي، تعجبكم جدا الفكره دي. هعمل ايه؟ ادي كيس مفتوح اهو ماشي، وهجيب سكينه. حاضر دقيقه واحده، هعمل الكيس ده كام فتحه بسيطه كده، كاني بعمله زي المصفه بالظبط ماشي. وبعدين هجيب شويه ملح، سواء ملح ساده او بكركم مش فارق معايا كده، واحط بقى على الملح ده شويه زيت. ليه بقى؟ الزيت ده هيدوب لي شويه الملح وينزل لي سوائل، طول ما السمكة بتستوي يفضل ينزل لي سوائل، السوائل دي تنزل على الملح نفسه بتاع السمكة يطري لي السمكة. قوم ايه بقى؟ السمكة دي لو قعدت سنة بتتخلل تفضل طرية زي ما هي، عمر لحمتها ما تنشف ابدا. انا كده عملت الكيس اهو زي المصفى، تخريمة بسيطة، واروح حاطة الملح كده على الكيس بالراحة كده. كده بالشكل ده بس. وهنعمل ايه؟ نروح قافلين عليها ونقول لها نشوفك على خير ان شاء الله لما تستوي وتبقي زي العسل. الملوحه هتاخد وقت شويه، الملوحه عندنا هتاخد وقت مش زي السردين والفسيخ، يعني تاخد قد ايه؟ تاخد لها مثلا بتاع 3 شهور 4 شهور، عشان السمكه كبيره ولحمتها لازم تستوي كويس قوي. ادي كده اول حاجه اتخللت معانا الملوحه بمنتهى البساطه جدا، مفيش اي مشكله. هنركنها دلوقتي وبعدين هنبقى نعرض كله عشان ندخل على اللي بعد كده. يا استاذة مها، شيلها لك خالص. طب بعد اذنك يا شيف تامر. استاذة مها اهلا وسهلا، بالراحة كده ونرجعها ورا. استاذة مها، يا استاذة مها، استاذة مها، استاذة مها، ايوه ايوه استاذه مها. أيوة. انا سامعاكي. أيوة. اهلا بيكي. ايوه انا سامعاكي. ازيك يا شيخه؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ لا الصوت، انا مش سامعه، انا مش سامعاكي. بسم الله، تعالوا كده يا جماعه، بص كده يا سباعي، ادي يا جماعه سمكه اللوت اللي متملحه اهي، دي شكلها وهي مستويه ومقفوله، ما رضيتش انضفها ولا اعمل فيها اي حاجه غير لما نعملها مع بعض على الهوا دلوقتي، نفتحها سوا مع بعض، نشوف لحمتها من جوه ونشوف هننضفها ازاي واحده واحده مع بعض. ادي السمك، شايفين السمكه دي ترميلي قد ايه؟ لو حسبتي سعرها وحسبتي اتكلفت قد ايه، والكميه دي لو هتجيبيها من بره هتلاقي ده اقل من النص كمان. بتقولي ايه يا سباعي؟ لونها اللون الجميل الذهبي ده عشان الكركم اللي اتحط في الملح. الكركم والشطه عندي دول ماده حافظه طبيعيه، ما فيهاش اي مشاكل خالص. حضرت كده البلانشه الخشب دي اللي هنضف عليها، وهجيب سكينه ومقص، دول الاساسي معايا. وحضرت كمان معايا الباسكت بتاع الزباله عشان هننقل فيه على طول
كل اللي هيطلع معانا. هنعمل ايه بقى؟ ادي سن السكينه وادي ظهر السكينه. هاجي من ظهر السكينه، ما تجيبيش السن ناحيه السمكه عشان ما تتقطعش ولا تتهري مني. وهاجي من عند الديل كده يا سباعي كده، وهميل السكينه من ظهرها بالشكل ده، وابتدي بالراحه اسايس كده اطلع القشر كله اهو. مين معانا؟ يا ام بسنت. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام بسنت؟ ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. هلا بس يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. بصي هم سالوني قالوا لي انت عايزاها في ايه؟ قلت لهم عاوزه اسالها على السمكه بتاعت اللوت دي، انا اول مره اسمع عن السمك ده. انا عارفه ان انتوا اول مره تسمعوا عنها دي حقيقه. اه بس انا ليا طلب من حضرتك تاني، ممكن؟ تحت امرك يا حبيبتي. انا احرجت ان انا اقوله للبتاع الاعداد اللي رد عليا. لا تحت امرك يا حبيبتي. بصي انا محتاجه ثلاجه بتاعت ايس كريم من محل حبيبتي. انا عندي 50 سنه وفاتحه محل بقاله، وبصي يعني محتاجاها ضروري لان هي اللي تشغل لي المحل. بس انا بوجه طلبي دوت لرئيس القناه اللي هو رئيس القناه نفسها الاستاذ محمد ابو العنين. طيب بصي سيبي رقمك في الكنترول مع محمد وربنا يعمل اللي فيه الخير ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك باذن الله. بالراحه كده بصوا السمكه طريه خالص ومهريه خالص ازاي، وعلى الرغم ان قشرتها كتيره وكبيره، القشره نفسها كبيره، لكن بتطلع معايا ان شاء الله بسهوله عشان مستويه حلوه قوي. استاذه مها. اهلا وسهلا. ازاي؟ اهلا، ازيك؟ منوره الدنيا. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ اهلا سهلا. ربنا يكرمك. عايشين في جو شم النسيم خالص. يلا يا باشا. وانت طيبه. ايوه على طول ان شاء الله. يلا اشتغلوا على طول. يلا اعمله بالبوري بقى لان ما عندناش السمكه دي، اعمله بوري بقى ان شاء الله. البوري هيبقى فسيخ، هنعمله دلوقتي مع بعض ونشوف خطواته مع بعض باذن الله. هنعمله مع بعض. كل سنه وانت طيبه يا رب. طيبه يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. تعيشي بالراحه كده. ننقلها على الناحيه الثانيه تاني، نفس الحكايه برده كده من عند الديل وبظهر السكينه وماشيه معاها. بصوا حته حته كده اهي. يا ام احمد. ام احمد اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هاني؟ ازيك يا ام احمد، عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا رب ويبارك لك في ولادك يا رب. يا رب يخليكي، ما تحرمش منك يا حبيبتي. ويسلم ايدك ووقفتك كده ويجازيك عنا كل خير يا رب. يا رب يخليكي ليا وما تحرمش من دعوتك يا حبيبتي ابدا يا رب. انا عملت فخللت الفسيخ. ايوه. وجيت بس عملته بملح ناعم. لا اوعي اوعوا يا جماعه. طب انا عملته وخلاص، اعمل ايه بقى؟ نشف طبعا. لا مش ناشف، انا هو يعني بقيت اقلبه كده زي ما حضرتك بتقولي. فجيت قلبته كده لقيت خار منه ميه، يبقى كده باظ. نزل منه ميه صح؟ يعني بقاله قد ايه متخلل؟ انا مخلله الاسبوع اللي فات. يعني كده بقاله اسبوعين؟ لا يبقى ما بص ولا حاجه، هو مستوي. لو طلع ناشف معاكي شويه او حادق هنعمل ايه؟ انا حاطاه في كيس كده زي ما حضرتك بتحطيه. طلعيه بقى من الاكياس دي، نظفيه كويس قوي، وهاتي علبه بلاستيك امليها زيت وقطعيه. بعد ما تنظفيه اشطفيه تحت الحنفيه وقطعيه وانقعيه في الزيت ده، واقفليها كويس وحطيه على الرف في الثلاجه. يعني مش هملحه تاني؟ لا 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 خالص خالص، لا ولا اي حاجه. وجربي ده. ده بوري اقطعه؟ مش هو استوى؟ لا ده انا عامله له الاسبوع اللي فات، يوم الثلاث اللي فات. الثلاث اللي فات؟ لا ده ملحقش. لا ده انت تسيبيه زي ما هو، ما تجيش ناحيته بقى. سيبيه زي ما هو، سيبيه زي ما هو. لما يعدي عليه اسبوعين اعملي اللي بقولك عليه ده، تطلعيه وتنضفيه وتقطعيه بعد اسبوعين وتحطيه في علبه فيها زيت بس يا حبيبتي. بص انا بقطع الزعانف اهي كده. حاضر. انا ليه ما عملتش بقيه القشر اللي على الراس؟ لان الراس دي دلوقتي كلها هتتقطع، ما تلزمنيش في حاجه. ولا كمان الزعنيفه دي هقطعها، كل ده هيتقطع مع الراس دلوقتي. انا قطعت زعنيفه الظهر بس وهقلبها كده، وهقطع الزعنيفه بتاعه البطن. يا ايه لك يا ايه؟ وهاجي كده من عند فتحه البطن. الو يا ايه ازيك؟ ازيك ازاي حضرتك يا شيفان؟ الحمد لله. ازيك انت يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بتحبي الملوحه؟ بتحبي الملوحه يا ايه؟ طب يلا بسم الله. ربنا يخليك يا رب. والله بتصل عشان اشكرك على الملوحه بجد، تسلم ايدك. ربنا يخليك. انت لسه شفتي لحمتها من جوه يا ايه عامله ازاي؟ هتبقى حكايه باذن الله. والله والله تسلم ايدك بجد على النصايح الجميله دي. تعيشي يا حبيبتي. يلا نفذي بقى. ربنا يخليك يا رب. ماشي عيني. يلا يا جميل، تسلم ايديكي مقدما.
نضف كده كل اللي في البطن بحرف السكينة كده يا جماعة بالراحة، واطلع كده كل الجوش. شايفين اللحمة حمرة خالص ازاي؟ الله اكبر عليها، بصوا مستوية لدرجة انها هتتهري. عايزة اطلع بقى السلسلة، هعمل ايه؟ همشي كده بحرف السكينة فوق السلسلة كده، وافتح كده بايدي بالراحة، واحاول اسلك كده بالراحة خالص اهي، شايفين ازاي؟ بهدوء عشان كمان السلسلة ما يطلعش فيها لحم. بطلع كل اللحمة كده، بطلع السلسلة من اللحم، وبعدين امسك كده السلسلة بايدي وافضل بص وبسلك اهو كده، ما خليش السلسلة حرام يطلع فيها من لحمة الملوحة دي، لحمة زبدة بمعنى كلمة زبدة، الله اكبر عليها. بهدوء كده خالص كده اهي، وامشي معاها، ابص الاقي حتة الديل بس هي اللي رخمة شوية وماسكة شوية، هاجي من عند حتة الديل واكسرها كده، طلعت اهي السلسلة. بصوا السلسلة طالعة ازاي لوحدها اهي، امشي معاها بالراحة، اسلكها من اللحم كده، افضل اسلك فيها كده من اللحم لغاية ما اوصل لغاية الراس، وبعدين هعمل ايه؟ هروح جاية تانياها كده وجاية تحت الزعنفة بتاعت الراس وقطعاها. عايزين سمكة، سمكة ايه؟ عايزين سكينة كبيرة شوية كده، بسم الله بالراحة خالص عشان ما تتهريش. كل الجزء اللي فوق ده شكرا ليه، بس كل ده هينزل في الباسكت. بقت عندي عاملة ازاي يا جماعة؟ بقت بصوا عبارة عن ايه اهي، لحمة مفرودة اهي زي العسل، شايفين لحمتها عاملة ازاي ولحمتها طرية خالص ازاي، الله اكبر عليها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح مخلية شيف تامر يجيب لنا شوية مية واتنيها كده واشطفها. تتشطف؟ طبعا لازم تتشطف بعد اللي عملناه ده كله، مطرح التنظيف ده لازم تتشطف، اللي يقول غير كده لا ما ينفعش. هي دلوقتي متخللة ومستوية، هروح تانياها كده. يلا يا شيف تامر يلا بينا، وهنزل كل القشر الزياده ده، همشي عكس القشر اهي، شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ الله اكبر عليها، ريحه الملوحه طالعه جباره. يلا بينا، اعمل لي انت بقى ايه زي الحنفيه صغنن كده، سرسوب صغنن. بصوا يا جماعه من عند الديل عكس اتجاه القشره، بعملها ازاي اهي. انا هتحرك يا تامر وانت ايه ما تتحركش، خليك انت زي ما انت ثابت كده. اي قشره زياده هنزلها كده من عليها اهي كده، طبعا هي قشرتها تخينه يا جماعه، قرب قرب شويه عليا كده بس، شكرا. فين بقى طبقك الحلو اللي هنحط عليه المتنضف الجميل؟ يلا بينا نصفيها بس كده من الميه، وديه لنا هناك بقى في الوسع، وديه هناك. يلا يا تامر ودي هناك، يلا وظبط لنا البلانشه بقى عشان الوصفه اللي بعد كده. ادي يا جماعه الملوحه بتاعتنا بلحمتها الجميله الطريه جدا جدا الحمراء. تخيلي دي بقى هتجيبيها من بره بكام؟ وهتجيبي الكميه دي ولا انت يا دوبك هتجيبي حتتين؟ انت تعرفوش والله العظيم، وخصوصا في الموسم دلوقتي تمنها بره بكام. بعد اذنك ناخد مناديل بس بسرعه، وعايزين نجيب فين السكاكين؟ طيب بسرعه يا شيف تامر من فضلك، نكلم مدام سهام. يا مدام سهام خير يا هاله؟ يا صباح الهنا، يا صباح كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانتي طيبه يا قلبي، اهلا بيكي. ايه الجمال ده يا هلول؟ ده جمالك انت يا مدام سهام، تعيشي انت سكر يا هاله والله وعسل. بس انا عايزه اسالك سؤال يا هلول. تحت امرك، امريني. طب انا عايزه اعمل السردين المكرل ده. هتعمليه بوري؟ طب اغسله الاول؟ الماكريل عايزه تعمليه ايه؟ بوري بتاع ده فسيخ؟ اخليله زي دي كده. الماكريل تعمليه ملوحه؟ لا لا مش ملوحه، سردين. سردين عايزه تعمليه سردين؟ ماشي مفيش اي مشكله. طب ما عنديش ملح الخشن ده. لازم ملح خشن، لازم دلوقتي موجود عند اي عطار يا مدام سهام. وانا بخرج يا هاله، ما انت ابعتي حد، ابعتي حد يجيب لك عند اي عطار، اي سوبر ماركت بقى بيتباع اكياس. أيوة دلوقتي. طب بصي يا هلول والنبي قولي لي عليها تاني. حاضر يا حبيبتي من عينيا، نقول لك عليها تاني. عملنا ايه؟
جبنا سمكة اللوط الكبيرة، عملنا لها تدليك كده أو زي مساج، طريناها، وبعد كده جبنا ملح خشن وكركم وشطة. المقدار قد ايه؟ كل كوبايتين ملح خشن تحط عليهم ربع كوباية شطة ربع كوباية كركم، قلبناهم كلهم على بعضهم يا مدام سهام، وبعد كده رحنا دافنين السمكة في الخليط بتاعنا ده. يلا بينا نقطعها من طبق نقدم فيه بقى اللي هيتقطع ده. هنقطعها ازاي بقى يا جماعة؟ بسم الله، حطها كده تاني على البلانشة النجيفة. حاضر، هاجي كده اروح قافلاها واروح بالسكينة واقطع كده حتت كده. يا أميرة. الو، ازيك يا أميرة؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ عامله ايه يا أميرة؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي، تعيشي يا أميرة الأمرة، اشكرك. الايد بتاع حضرتك جميل جميل جدا جدا. يا رب يخليكي جميل بوجودك ووجودكم كلكم معانا يا حبيبتي. ربنا يخليكي. ايه الحاجات الحلوه اللي بتعمليها بس؟ شفتي الملوحه؟ شايفه الملوحه اللي دايبه دوب؟ يا ريت يا أميرة تكلميني تاني يا حبيبتي. كده بصوا بقى، طب ايه رايكم نروح مقطعينها كده كمان اهي الملوحه بسمكه اللوط دي يا جماعه، حصري معانا في سفره وطبليه على صدى البلد. نفتح كل حته ونقطعها اتنين. على فكره انت ممكن كمان تعمليها فليه من كتر ما اللحمه مستويه. هعمل ازاي؟ شايفين الجلد فين وادي اللحم فين؟ هم فاصلين من بعض. انا ممكن اجي بالراحه كده وافضل اشد كده في بالراحه خالص اللحم. مين معانا؟ مين معانا؟ طب كلمنا تاني، كلمنا تاني. مين؟ لا مش سامعه. يا مي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مي؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازيك انت؟ عايزه اسال حضرتك، السمكه الكبيره اللي حضرتك عملتيها ملوحه دي اسمها ايه؟ اسمها سمكه اللوط. بصي لحمتها عامله ازاي في الطبق، فيليه اهي. عملناها فيليه كمان اهي مع بعض. سمكه اللوط؟ سمكه لوط هتطلع طعم طعمت السنين يا مي. هي حلوه بقى، كنت عايزه اسال حضرتك على اسمها يعني. سمكه لوط موجوده في السوق بسهوله. ماشي يا قمر. حضرتك منوره، شكرا. يا رب يخليكي، ده نورك. يلا يا جماعه جربوا سمكه اللوط دي وشوفوا قد ايه رائعه. ادي كده بصوا الملوحه عامله ازاي، شايفين لحمتها عامله ازاي.